الهنا والجمال عليكم، صباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلد دي وكان معنون على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا هاديه خالص وبسيطه وسلسه، يعني ناعمه، يعني هنشتغل فيها بهدوء خالص وبحب. هنشتغل فيها علشان هنشتغل فيها بحب علشان الاصناف اللي هنعملها النهارده. صنف بسيط قوي، كل مكوناته تتحط على بعضه للستات اللي هم بيبقوا عايزين، زهقوا بقى من وقفه المطبخ والحر، ربنا يعينهم ويقويهم يا رب، وعايزين حاجه كده سهله وبسيطه ما تاخدش معاهم وقت. واكتر حاجه بتاكل في البيت هي الاكلات الشعبيه اللي ما فيهاش ولا لحمه ولا خضار، دي بيبقى ليها مزاج عالي كده لوحدها. طيب هنعمل النهارده صنفين، صنف حادق وصنف حلو. الصنف حلو النهارده، امبارح اكتشفت يعني او شفت كومنتات كتير قوي، ناس اعياد ميلادها قربت وعايزين طبعا ما بيشتروش حاجه من بره، وطبعا قعده البيت وكده، ربنا يشيل عنا البلاء يا رب والوباء، عايزين يعملوا تورته سهله لحبايبهم بس هم في البيت. النهارده هنعمل تورته سهله جدا 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 وبسيطه جدا جدا، لكن شكلها في الاخر وطعمها بيبقى في منتهى الجمال. هنشتغل فيها براحتنا خالص علشان نقول كل تكايه فيها ومفيش حاجه تقع مننا، وكل حاجه مستخدمينها في التورتايه هنزل لكم المقادير بتاعتها علشان تبقى موجوده عندكم ومحفوظه. طيب هنبدا بايه؟ هنبدا بالصنف الحادق وهنعمل عجه الخضار. العجه بتاعتنا الاساسيه اللي احنا بنعملها ومتعودين عليها من امهاتنا، اللي هي بيبقى فيها خضره وفيها بيض وفيها دقيق وكده، لكن النهارده انا عاملاها بالبطاطس ومدخله فيها بصل اخضر، مدخله فيها طماطم، مدخله فيها فلفل، مدخله فيها نوعين من الجبن، حاجه كده غنيه بنكهات كتير وفي نفس الوقت طعمها في منتهى الجمال. طيب محتاجه ايه؟ محتاجه المقادير اللي هتنزل معانا على الشاشه دلوقتي نصورها بسرعه او نكتبها ونشوف العجه بالخضار فيها ايه النهارده. طيب وقبل ما تنزل مقاديرنا عايزه افكر حبايبنا بارقامنا اللي بتظهر على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 9710، ومن اي موبايل على 1710، والارقام الدوليه طبعا بتظهر على الشاشه قدامنا في انتظار مكالماتكم اللي دايما بتساعد. طيب محتاجه ايه علشان اعمل العجه بتاعتنا؟ كل اللي انا محتاجاه طاجن بايركس، ما عنديش بايركس يا نونا مش مشكله، هاتي صينيه المونيا مش هتقول لك لا، ومحتاجه زبده. المنيو بتاعنا على الشاشه اهو، او مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ بطاطسيتين مسلوقين مكعبات، ثلاث ارباع سلقه مش سلقه كامله، وعلشان تسهلي على نفسك حد هيقول لي طب ازاي هنسلقها وبعد كده نقطعها هتبقى مشكله بالنسبه لنا او صعبه شويه؟ لا، طيب نقول المنيو كله الاول بعد كده افصصه زي ما احنا متعودين. بطاطسيتين مسلوقين مكعبات، عودين بصل اخضر مكعبات او شرايح، طماطميتين مكعبات، ثلاث قرون فلفل اخضر حامي ممكن تستغني عنه وتحط رومي، اربع بيضات، نص كوبايه زيت، كوبايه حليب، جبنه شيدر مكعبات، وللوش بتاعنا معانا جبنه موتزاريلا، ولا لسه في كمان كوبايه ونص دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر عشان تطلع هشه كده وجميله، رشه ملح، زبده علشان ندهن الوش بتاع ندهن الارضيه بتاعت القالب، وللوش جبنه موتزاريلا. طيب دي مقاديرنا، تعالوا بقى نتكلم فيها كده ونفصصها واحده واحده زي ما احنا متعودين. عجه الخضار بتاعتنا بتتكون من ايه؟ بطاطسيتين مسلوقين نص سلقه ومكعبات. بنقطع البطاطس مكعبات وهي نيه لسه الاول، ونغسلها كويس قوي ونصفيها، ونغلي ميه، ما نحطش البطاطس تاخد الغلوه من اولها علشان ما تتهريش، لا تغلي الميه فيها شويه ملح صغيرين، وبعد كده اسقط فيها البطاطس يعني 10 دقائق كده، وبعد كده اصفيها واديها شطفه من ميه الحنفيه واروح ركناها على جنب علشان اهدي منها السخونيه وفي نفس الوقت ما تتهريش زياده مننا. ده بالنسبه للبطاطس. عندي البصل الاخضر، ممكن تبدليه ببصل من التاني بس ده بصراحه انا بحبه اكتر. طماطم متقشره ومتقطعه مكعبات، معايا فلفل حامي ممكن يشيله ونحط بداله الرومي، البيض ممكن تزودي الكميه او تقللي على حسب ما انت عايزه او على حسب البيض اللي موجود عندك في التلاجة. عندي زيت، عندي كوبايه حليب، جبنه شيدر متقطعه مكعبات بنفس حجم تقطيعه البطاطس، ما عنديش ما فيهاش اي مشكله شيليها، مش شرط ان انت تكلفي نفسك حاجات مش موجوده علشان تعملي الوصفه. عندي ايه تاني؟ كوبايه ونص دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر عشان العجه بتاعتنا تبقى هشه ما تبقاش مكتومه، رشه ملح وزبده علشان ندهن بيها القالب. طيب سهله جدا وبسيطه. طيب ايه المكونات اللي انا ممكن اشيلها واحط بدلها؟ مش عايزه طماطم بس هي بتدي تطعيمه حلوه. البصل ممكن قلت لك تحطي بداله ابيض، الفلفل الحامي ممكن تحطي بداله رومي، الجبنه الشيدر ممكن لو عندك جبنه رومي كده باقيين في الثلاجه ما فيهاش اي مشكله هتديكي برده تطعيمه حلوه، الموتزاريلا اللي على الوش ما عندكيش موتزاريلا وعايزه تعملي العجه دخليها الفرن وهتديكي برده لون حلو من غير الموتزاريلا، والدقيق والبيكنج باودر عشان الهشاشان، زيت وحليب، مكونات سهله وبسيطه جدا. طيب هبدا بايه؟ هبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. كنت بتقولي حاجه يا ايه؟ معانا شفاء. الو الو صباح الفل. الو اسمك حلو قوي. شكرا ده من ذوقي حبيبتي، تسعدك ربنا يا رب.
قوليلي. هو ممكن اسالك سؤال؟ 10 اسئله مش سؤال واحد. شكرا. هو ممكن بس تقولي طريقه البيتزا بالفراخ؟ عينيا الاثنين. حاضر. بس كده ليكي طلبات تانيه يا شفاء؟ لا شكرا. نورتيني يا حبيبتي باتصالك. قبل ما تخلص حلقتنا يا ايه نقول لشفاء البيتزا بالفراخ. لا مش سامعه. انت كمان بتحبي البيتزا بعينيا الاثنين. حاضر. بصوا كده حطينا ايه؟ حطينا البيض وحطيت عليها رشة الفلفل الاسود زي ما حضراتكم شايفين كده. عندي ايه تاني؟ انا بحط السوائل الاول. عندي حليب، عندي زيت. طيب انا عندي مواد جافة لازم احطها وادوبها خالص قبل ما احط باقي المكونات، وهي ايه؟ الدقيق والبيكنج باودر. بصوا كده ادي الدقيق، كل دوت الخليط ده كله لازم يتعمل قبل ما احط البطاطس وقبل ما احط باقي المكونات، وادي البيكنج باودر. وابدا اقلب ده كله كده علشان يدوب. بسم الله الرحمن الرحيم. حد هيقول لي طب احنا كنا ممكن نحط كل المكونات على بعضها مره واحده من غير ما نعمل ده كله. هتلاقي الدقيق مكلكع ومش هتلاقيه ان هو دايب كويس معانا، هتلاقيه ماسك في البطاطس كده ومدي تطعيمه مش حلوه. لكن انا عايزه النهارده، انا قلت الاكلات بتاعتنا ناعمه، يعني فيها ليونه وحاجه ناعمه كده، ما يبقاش فيها حاجات مكتله. بصوا كده بخلط الدقيق كويس قوي مع البيكنج باودر والبيض والحليب والزيت. بصوا الخليط بقى شكله عامل ازاي، اختلف تماما عن ما كنا حاطينه. عشان كده بقول ان احنا نحط المكونات دي الاول ندوبها مع بعضها، الخليط يبقى كريمي، نروح حاطين بعد كده باقي المكونات بالشكل ده كده. هحط سنة فلفل اسود كمان، وادي الملح. وخلوا بالكم من الملح علشان لو مملحين البطاطس قوي تخلوا بالكم وانتوا بتحطوا الملح للخليط. واخلط كده واجيب الجوانب، مش عايزه اي حاجه ما تكونش اتخلطت وادتني الخليط الناعم ده. بصوا عامل ازاي ما شاء الله عليه. بصوا كده كده بقى احسن، ولا ان انا احط المكونات على بعضها كلها والاقي الدقيق مكلكع معايا ومكتل؟ طيب خلصنا كده، ابدا اعمل ايه؟ اضيف كل المكونات اللي احنا قلنا عليها مع بعضها. بسم الله. ادي البطاطس، او ممكن نخليها في الاخر. ادي البصل الاخضر، الطماطم، الفلفل. قلنا ممكن ان احنا ما نحطش الحامي ونحط بداله رومي. عايزه تحطي فلفل ملون مش هيقول لك لا، اللي موجود عندك ومتاح. قلبت كده اهو، الالوان نفسها تفتح النفس. وادي في الاخر خالص البطاطس، ولسه كمان عندنا الجبنه الشيدر. قلنا لو ما عندناش جبنه شيدر نحط رومي، ما عندناش ولا دي ولا دي، ما فيهاش اي مشكله، ما تكلفيش نفسك فوق طاقتك كده. وادي الجبنه الشيدر المكعبات، لما بتسيح بقى كده مع البطاطس جوه ومع باقي المكونات بتدي تطعيمه حلوه قوي. بس برده لو مش موجوده ما فيهاش اي مشكله، مش هتاثر، هتدي طعامه احلى. بس لو مش موجوده مش هتبوظ الوصفه يعني. خلطنا كل المكونات العجه بتاعتنا بالشكل ده. هجيب القالب الحلو بتاعنا، سواء بايركس سواء صينيه تيفال صينيه ألمونيا، اي صينيه او اي قالب عندك موجود، واروح عامله كده. بسم الله. واحنا بندهن القالب بتاعنا كده بالزبده علشان نحط فيه العجه اللي احنا عملناها. نصبح على مدام اميره نقول لها صباح الهنا. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ الله يكرمك. انا عايز اسالك سؤال يعني، هقفل التليفون وتجاوبينا عليه. عينيا الاثنين قوليه. العجوه ربنا يكرمك، لما انا عملتها في العيد عملتها بزبده. تمام. قفشت في الكعب الغزال. لازم. انا حاسب لك بقى الاجابه، انا مش صغيره، انا كبيره على فكره. على دماغي من فوق، نورتيني. عايزاها تكون طريه صح كده؟ ايوه. عينيا الاثنين. بخبزها في الفرن ما تقفش. عينيا الاثنين. عينيا الاثنين. سلم عينيك. سلم عينيك. هو ده السؤال اللي انا عايزه اسالك، لان انا بحبك جدا. حبيبتي حبيبتي الله يسعد قلبك يا رب. الله يكرمك ويبارك لك يا بنتي. الله يخليك يا رب، ما تحرمش منك ويبارك لنا في عمر حضرتك. انا حاسبك كده تقولها لي. هقولها لك حالا. خلاص. عينيا الاثنين، نورتيني باتصالك يا مدام اميره. الزبده العجوه علشان نطريها وتبقى تدخل الفرن وتطلع لنا تبقى طريه، ما بنفكهاش بزبده، ما بنطرهاش بزبده. ليه؟ الزبده طبيعي ان هي لما بتقعد تبرد شويه بتقفش.
الزبده بتقفش، فعشان نطري العجوه بتاعتنا وتبقى في منتهى الجمال وريحتها اصلا جوه الفطاير او جوه القرص تبقى حلوه قوي، بنعمل ايه؟ بروح مطرياها بسنه سمنه، معلقتين سمنه كده، وممكن بلاش زيت سمنه بس علشان الزيت كمان هيخليها تنشف معاكي. لا، هو معلقتين سمنه كده بنحطهم، ويا سلام بقى لو تحطي معاهم رشه جوزه الطيب، رشه حبهان بودر، رشه قرنفل مطحون، كل دوت يكون مطحون بودر ومنخول، كل دوت يتلف مع العجوه كده هتطلع معاكي في منتهى الجمال. صحتين وعافيه على قلبك يا رب. نعتريها بسمنه مش بزبده. ويا سلام بقى لما تبقى حته سمنه بلدي كده او حته قشطه مسيحينها من على وش اللبن، يا سلام بتبقى مخلياها زي الفل. بصوا كده، حطيت العجه اهي بعد ما دهنت الطاجن بتاعنا بالزبده بالشكل ده كده. عايزه البيض يبقى ماشي فيها كلها بالشكل ده. بصوا كل البيض مشي معاها وبقت خليط واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. طيب المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ هقفلها فويل واروح مدخلاها الفرن. نونا في الجبنه اللي على الوش اللي احنا موتزاريلا، مش هحطها دلوقتي، لو حطيتها دلوقتي هتسيح واجي بعد كده اطلعها الاقيها نشفت. انا مش عايزه كده، انا عايزه الجبنه ساعه التقديم تبقى سايحه خالص وناعمه، فعشان كده هروح قافله فويل واسيبها في الفرن نص ساعه. كل حاجه عندنا مستويه، البطاطس فاضل فيها تكه فهتكمل تسويتها مع البيض، وهي نص ساعه مش اكتر. بعد النص ساعه اروح رافع الفويل واروح رشه الجبنه وافتح الشوايه دي تقيل، بس حته الجبنه والشوايه دي قبل الاكل على طول. ليه؟ علشان لما تيجي تاكليها تبقى الجبنه سايحه خالص كده وبتمط معاكي ومدياكي تطعيمه في منتهى الجمال. ما ينفعش ان انت تطلعيها من الفرن ويبقى لسه الغدا مثلا فاضل له ربع ساعه او نص ساعه وتقولي هي سخنه او هتاخد سخونيه الفرن، لا، هتلاقوا الجبنه نشفت وما ادتكيش المطه والنعومه اللي احنا عايزينها. فتحط الجبنه قبليها بدقيقتين ثلاثه في الفرن قبل الاكل على طول عشان تاخدي نتيجه مضمونه. تعالوا نحطها في الفرن ونطلع فاصل، نرجع نعمل الكيكايه بتاعتنا النهارده الناعمه خالص اللي هنشتغل فيها وهنتكلم في كل تفاصيلها تفصيله تفصيله بالتفصيل ان شاء الله. نطلع فاصل نرجع نكمل وصفتنا الثانيه، اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيكم. ورجعنا من الفاصل، حطينا العجه بتاعتنا في الفرن على درجه حراره كام؟ على درجه حراره 180 عشان البيض يستوي براحته خالص. طيب حاطه ايه بقى دلوقتي؟ هنيجي للكيكايه بالكريمه، كيكايه ناعمه خالص بتتكون من طبقات، بس ما تستكتروش العمايل بتاعتها لان هي سهله وبسيطه. علشان تسهلوا الدنيا عليكم وربنا يسهل اموركم دايما يا رب وما نحسش ان في ان الموضوع تقيل علينا، هنعمل الكيكايه قبلها بيوم ونسيبها تبرد خالص، وبعد ما تبرد نلفها استرتش كده او نحطها في شنطه بلاستيك نظيفه ونحطها في الثلاجه. يبقى احنا كده خلصنا من اول يوم. طيب تاني يوم هنعمل ايه؟ هنبدا نجهز الكريمه ونبدا بقى نجمع التورتايه بتاعتنا ونحطها في الثلاجه علشان لما تطلع نشوف شكلها هيكون عامل ازاي. طيب مقاديرنا هتنزل على الشاشه، وركزوا في المقادير قوي اللي احنا هنقولها، ويفضل ان انتوا تبقوا ماسكين موبايلاتكم دلوقتي علشان تصوروها، لان مع المقادير بتاعتنا معانا حليب مكثف هننزل مقاديره، مع المقادير بتاعتنا معانا صوص شوكولاته هننزل مقاديره، فعايزاكم تركزوا قوي في المقادير اللي هتنزل. بصوا بقى كده، تورته الكريمه معانا، كيكه الشوكولاته، اي كيكايه معتمده، اي كيكايه معتمده. يعني ايه اي كيكايه معتمده؟ يعني الكيكايه اللي انت بتعمليها وبتطلع معاكي مظبوطه اشتغلي بيها، مش شرط ان انا اعمل سبونش ابدا. طيب تعالوا ناخد المقادير وبعد كده نفصص المقادير بتاعتنا زي ما احنا ما متعودين. كيكه الشوكولاته اللي انا بعملها على طول وبعتمدها في اي حاجه هي اللي انا عاملاها النهارده. مقاديرها بتقول ايه؟ اربع بيضات، كوبايتين ونص من الدقيق، ثلاث معالق كبار من الكاكاو الخام، كوبايه من السكر، كوبايه حليب، كوبايه زيت، فانيليا، وباكت كامل من البيكنج باودر. دي مقادير الكيك. تصوروها ونشيل المقادير علشان هفصصها معاكم حته حته ونقول ايه البدايل وايه اللي يتعمل وايه الطريقه كمان اللي هنعملها بيها. طيب تسقيه الكيك، انا لازم اسقي الكيك علشان يبقى، طب مفيش فايده فيا، لازم، ما بعرفش ان انا اقول المقادير وارجع. طيب ماشي، ما بعرفش ان انا ما اشرحش.
طيب تسقيه الكيك هنحتاج كوبايه ميه وربع كوبايه حليب مكثف محلى اللي احنا عاملينه، هتنزل معانا المقادير بتاعته. طبقات الكريمه بقى، احنا عندنا طبقتين كريمه، طبقه كريمه بيضه وطبقه كريمه بني. محتاجين لها ايه؟ لتر حليب، معلقتين كبار دقيق، معلقتين كبار من النشا، كوبايه حليب مكثف محلى، 5 معالق كبار لبن بودر، معلقتين كبار من الزبد. دي طبقه الكريمه الكامله، علشان بعد كده هنقسمها اتنين عشان نحط على نص منها شوكولاته بني والنص التاني شوكولاته بيض، علشان تبقى تطعيمتها احلى واحلى كمان. طيب تطعيم الطبقات، محتاجه نص كوبايه شوكولاته خام بيضه مبشوره ونص كوبايه شوكولاته خام دارك مبشوره. الوش بتاعنا او التزيين في الاخر خالص، محتاجه كريمه محتاجه اسفه شوكولاته قابله للدهن تتحط في كيس حلواني ببلبله. طيب اتشالت مقاديرنا، عايزه كمان ينزل بالمقادير بتاعتنا ايه، لا بالمره علشان نصور كله. عايزة الحليب المكثف ينزل، كل ده صوروه على موبايلكم وهتكلم عنه بالتفصيل. مقادير الحليب المكثف هتنزل معانا دلوقتي على الشاشة عشان برضو تبقى حافظينها عندك. كوباية مية مغلية، ربع كوباية من الزبدة وتكون مذابة، كوبايتين حليب بودر، كوبايتين سكر، رشة فانيليا. تاني، كوباية مية وتكون مغلية، ولا دافية ولا من الحنفية، كوباية مية مغلية، ربع كوباية زبدة، كوبايتين حليب بودر، كوبايتين سكر ورشه فانيليا. بنجيب الخلاط، بنحط السكر والحليب البودر والزبده مع بعض والفانيليا واديهم ضربه واحده، وانزل بالميه المغليه شويه شويه. وخلوا بالكم ان الحليب لازم يكون القوام بتاعه خفيف شويه عشان لما بيقعد بيتقل، ما تلاقوهوش ان هو خفيف خالص، لا ده ازاي عامل كده، طب ازود ايه، لا سيبوه شويه كده يهدى، هتلاقوه بدا يتقل معاكم. بطرمان معقم يتقفل ويتحط في الثلاجه. عايزه بقى كمان ينزل دلوقتي صوص الشوكولاته بتاعنا اللي هو الاقتصادي، مش اللي هو بنحتاج له كريمه خفق وكده، لا ده بيدي تطعيمه حلوه قوي، نجلس بيها الطرط، نصبه على كيكايه كده بالشوكولاته عاملينها تطلع معاكم في منتهى الجمال. مقاديره ايه؟ كوبايه كاكاو خام بنحط معاه كوبايه سكر بودره، بنحط معاه كوبايه وربع من الحليب، واربع معالق كبار من الزبده. كل ده بيتضرب في الخلاط، لون السمك وتقله ممكن تحدديه بالكاكاو، والكاكاو يكون خام ما يبقاش مسكر، خام مش مسكر. النوع الايطالي حلو او الاسباني، النوع الاسباني في الكاكاو الخام بيبقى حلو قوي. طيب نزلنا مقاديرنا كلها على الشاشه وصورناها مع بعض، تعالوا بقى نشوف المقدار بتاعنا. انا قلت لكم هشتغل فيها بالراحه خالص علشان كل تفصيله فيها لازم تعرفوها مني. طيب مقدار الكيك الاولاني، مش شرط تعملي الكيك اللي انا بعمله، اي كيكه انت بتعمليها بتطلع معاكي حلوه يبقى زي الفل وتمام وما فيهاش مشكله. طيب مقدار الكيك بتاعنا ايه اللي انا عامله منه ده؟ 4 بيضات، 2.5 كوباية من الدقيق، 3 معالق كبار كاكاو خام، كوبايه من السكر، كوبايه حليب، كوبايه زيت، فانيليا، باكيت كامل بيكنج باودر. طيب طريقتها ايه علشان اللي ما شافهاش معانا قبل كده؟ بنجيب الخلاط بتاعنا وبنحط فيه البيض والزيت والحليب والسكر والفانيليا، بضربهم كويس قوي علشان اتاكد ان السكر بتاعنا دايب. وبعد كده بروح جايبه بوله غويطه او طبق غويط واصب فيه السايل ده، وبعد كده اروح جايبه مصفى وحط الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر في بوله مع بعض واقلبهم، وابدا انخل الخليط ده كله على السوائل، اقلبهم بمضرب سلك. الفرن بتاعنا شغال على 180 قبل ما ابدا اي حاجه، دهنت الصينيه بتاعتنا زبده وتعفير الدقيق، وبعد كده حطيت الخليط. دخلت الفرن على الرف المتوسط، ما بفتحش عليها الا بعد مرور 35 دقيقه، وافتح عليها بالراحه واختبر بالراحه عشان تطلع الكيكه معايا مظبوطه، ما تهبطش من النص او يجرى لها حاجه. ده بالنسبه لاول حاجه اللي هي الكيك. طيب نعم، طيب قبل ما ندخل في الكريمه نكلم فاطمه، وانا بكلم فاطمه احط مقاديرنا دي كلها على البارد واقلبها وارفعها على النار. صباح الفل يا فاطمه. صباح النور حبيبتي. صباح الهنا. الحمد لله يا حبيبتي انا بخير طول ما انت بخير، تسلمي لي. كنت عايزه معلش اطلب منك طلب. عينيا الاثنين، 10 طلبات. حضرتك امبارح قلتي هعمل لكم طريقه كريم الرز وهنزلها لكم على قناتي. مظبوط، انا عملت اول خطوه منه امبارح اللي هو نقعت الرز مع الحليب وشلته في التلاجة. النهارده باذن الله هصوره هتلاقيه على قناتي النهارده باذن الله. تمام، انا ما عنديش نت الصراحه، ممكن تقولي لي طريقته دلوقتي وفوايده ايه وكده؟ طب استني لما انزله على القناه طيب وبعدين اقوله لك. طيب ما عندكيش؟ طيب يعني متابعه صفحتنا؟ طيب لا، ما انا ما عنديش، ما عندكيش نت خالص؟ عنديش نت. طيب هستاذنك اقوله لك بكره، اكون نزلته حتى النهارده على القناه. خلاص ماشي. ماشي، استاذنيني الصبح اقول لك المكونات بتاعته وطريقته. عينيا الاثنين يا بطوط، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده عملت ايه وانا بكلم فاطمه، حطيت
الدقيق وحطيت النشا وحطيت الحليب البودر، كل ده اهو على البارد علشان لو الحليب دافي او سخن هلاقي كل دوت كلكع معايا وقفش، وانا مش عايزه حاجه زي كده تحصل. اهو بدوب الاول من الجوانب خالص اهو بالشكل ده كده، واتاكد ان النشا والدقيق والحليب البودر كلهم دابوا، واروح رافعه على النار. انا كده فاضل لي حليب مكثف وزبده، هيتحطوا دلوقتي؟ لا مش هيتحطوا دلوقتي. امال هيتحطوا امتى؟ هيتحطوا لما الخليط يبدا يتقل معايا، هيتحطوا لما الخليط يبدا يتقل معايا. مجرد ما بدا يتقل معايا اروح نازله بالحليب المكثف وايديا برده شغاله بالتقليب، وبعد كده في الاخر خالص احط الزبده، عشان الخليط بتاعنا ده هنقسمه اتنين، نحط نص شوكولاته بيضه ونص شوكولاته بني. نعم يا ايه؟ مش سامعه. صباح الفل يا شيماء. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازاي حضرتك عامله ايه؟ انا حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، تسلمي لي. طيب. وانت بالف صحه وسعاده يا رب، تسلمي. وبارك لي دانا. الله يبارك في عمرك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. حبيبتي الله يبارك في عمرك. يا رب اللهم امين، ويفرحنا ببنات العالم كله، اللهم امين يا رب. وصلني كمان، عايزه ليالي بنت لبنان امبارح. ليالي لبنان عينيا الاثنين، حاضر. عينيا الاثنين في اخر الحلقه انزل لك مقاديرها واقول لك طريقتها كمان. عينيا الاثنين، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده انا بقلب اهو، ومش عايزه ان انا اسيبه علشان ما يلزقش في ارضيه الحله، واجي بعد كده اقلبه الاقيه بيدي حاجات سودا. لا اهو حد بس مجرد ما يسخن معايا وابدا اقلب تاني. ادي الحليب المكثف وادي الزبده. طيب على ما يبدا ان هو يتقل معايا تعالوا نقطع الكيكايه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي اللي احنا عملناها امبارح. بسم الله ما شاء الله بالشكل ده كده. طيب وسبناها تبرد خالص علشان نيجي النهارده نقطعها. لازم لما نعمل تورتايه حتى لو انت مش عامله سبونج الكيكايه بتاعتك تعمليها قبليها بيوم علشان تديكي نتيجه مضمونه، ما تبقاش مفروله وما تبقاش طريه زياده عن اللزوم. طيب نعمل كده. القعده دي اللي هجمع فيها التورتايه، هجيب الصينيه بتاعتنا اهي اللي بتتفتح وتتقفل كده اهي، دي اللي انا هجمع فيها التورتايه. طيب نبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزه ابدا تقطيع الا لما اخلص ال بسم الله. طيب نبدا نقطع بسرعه. بسم الله. قلت لكم الحلقه بتاعتنا النهارده تعليميه، وان انا عايزاكم تعرفوا كل حاجه علشان لما تعملوها في البيت ما تبص منكم. هنبدا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي بالله كده وصلي على النبي في قلبكم عليه افضل الصلاه والسلام وانتم شغالين. هعمل كده اول حاجه علشان اساوي الوش بتاع الطرنش بتاع التورتايه. وقلت لكم قبل كده ابصوا هي بس دي اللي طلعت اهي. وقلت لكم قبل كده قفله ماسكه الطرنش ازاي. انا بقف جسمي مظبوط ما بقاش مميله، ودراعي ده جنبي، دراعي ده جنبي، ايديا اهي المسافة اللي هحطها اهي. انا حطيت الترنش على اول الكيكاية، ايديا ما تبقاش مضغوطة كده علشان الترنش ما يبقاش مايل بالشكل ده. بصوا الترنش مايل ازاي، من ضغطة صباعي هنا الترنش مايل، من مسكة صباعي هنا، لكن انا مش عايزة يكون مايل. انا واقفة اهو مظبوط الترنش اهو، انا مش عايزة احط الترنش هنا، مش عايزه احط صباعي هنا، لو حطيته هنا هبقى ضغطه، لو ضغطت ايدي هتترفع وهنا هيميل يطلع لي الكيكايه بتاعتي مش مظبوطه. ثواني يا حمدي معلش. بصوا بدا ان هو الخليط يتقل. بسم الله ما شاء الله عليه. بصوا عامل ازاي. بصوا ناعم خالص ازاي بالشكل ده كده. طيب في اللحظه دي هعمل ايه؟ هروح جايبه بوله كده اهي، واروح جايبه اتنين مج معياري. ده انا كنت حاطه فيه البتاع ما فيهاش اي مشكله كده. بصوا كده خلاص تمام. هعمل ايه دلوقتي؟ انا هرفع من على النار يا حمدي اهو، واروح نازله بايه؟ بالحليب المكثف. بصوا انا شلت من على النار بالشكل ده كده اهو،
خدت الحليب المكثف كله، وبعد كده اعمل ايه؟ ادي مقدار الزبده. بصوا انا شلت من على النار خلاص اهو كده، تدوب الزبده معانا. واروح نقسم الخليطين دول اتنين، نص هحط فيه الشوكولاته البني والنص التاني هحط فيه الشوكولاته البيضة بالشكل ده كده معايا، واحده واحده علشان تبقوا شايفين الخطوات كلها وتعملوها ان شاء الله تطلع معاكم مظبوطه وزي الفل. اللي مخليني بقلب ده كله ان انا بدوب الزبده كده. واروح عامله كده بسم الله. بصوا الخليط ما شاء الله عليه، ادي نص وادي النص التاني، شايفين الزبده لسه بتسيح اهي كمان. الاتنين يبقوا متساويين بالشكل ده كده. ايوه كده، الزبده اللي نزلت دي هنلاقيها سيحت دلوقتي مع السخونيه. طيب نعمل كده شوكتين اهو، بقول خلاص دي انا مش عايزاها كده. وادي نص هنحط الشوكولاته البيضة. علشان تسيح من السخونيه بتاعه الخليط. بصوا ما شاء الله عليها. بصوا الخليط بقى تقل ازاي من الشوكولاته في منتهى الجمال وناعم جدا. الناحيه التانيه ندوب كده اهي، بصوا حته الزبده اهي اهي، دوبت الاول علشان اتاكد ان هي ساحت معايا خالص. واروح جايبه بقى الشوكولاته البني اهي وننزل عليها برضو. بصوا كده هتسيح، بصوا الخليط ما شاء الله عليه. اهم حاجه سرعه الاداء وانتوا شغالين، علشان وهي الحاجه سخنه هي اللي هتدوب لنا الشوكولاته، لو سبناها بردت يبقى ملهاش اي لازمه. بصوا الخليط بقى لونه عامل ازاي ما شاء الله عليه. لا 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 تمام زي الفل، تسلم لي. بصوا كده انا عايزه كل ده كده اهو، ندوب اهو. بصوا ندوب كله كده علشان نبقى متأكدين. احنا ممكن نجيب معلقة علشان نبقى متأكدين ان كله داب معانا، عشان لما نيجي نصب الخليط ما نلاقيش فيه حاجة بيضة، علشان الطبقات تبقى كلها جميلة كده اهو. اتاكدنا ان الخليط كله بقى بني، والناحيه الثانيه بصوا الخليط ناعم ما شاء الله عليه ازاي بالشكل ده. طيب عملنا الخليط الابيض والخليط البني، الحليب المكثف اهو هزود عليه شويه من الميه عشان ده اللي هسقسق بيه الكيكايه بتاعتنا كده بس. طيب انا حطيت لكم في المقادير الحليب المكثف، وكمان حطيت لكم صوص شوكولاته اقتصادي. احنا لو سقسقنا الكيكايه بتاعتنا بصوص الشوكولاته الاقتصادي ده بتدينا تطعيمه في منتهى الجمال. لو عندك حبه جناش شايلاهم هيديكي تطعيمه في منتهى الجمال. لو عملنا حبه الحليب المكثف ده من اللي احنا عاملينه في البيت وزودناه شويه ميه كده بالشكل ده علشان نسقسق بيه الكيكايه، هيدينا تطعيمه للكيكايه في منتهى الجمال. دي كلها اختيارات ممكن نعملها علشان نطري الكيكايه ونسقسقها بيها. طيب بصوا بقى كده عملنا الكيكايه اهي، هاجي برضو تاني عايزني اشيلها، احنا هي الاتنين حاضر تمام كده. بصوا كده واقفين مظبوطين ولا مايلين ظهرنا ولا حاجه، ايدينا اهي، الترانش ممسوكه اهو، المسافه اللي هنا هي هي المسافه اللي هنا، ولا ضغطه كده الضغطه بتاعتي دي هتلاقي الترانش مال ونزل لك وعمل لك الكيكايه معوجه. بصوا اهي، لكن انا اهو ايديا مريحه خالص، دراعي هنا مش هيتحرك، يعني انا واقفه دراعي هنا ده، بصوا ده كده هو ده اللي هيتعمل، ده اللي هيمشي، لكن جسمي مش هيتحرك معايا،
دراعي بس اللي هيتحرك بالطرنش، لكن انا جسمي مش هيتحرك. ما وطيش كده، خلوا بالكم قوي، ما وطيش كده وامسك الطرنش واعمل كده. ضغطه جسمي دي على الطرنش هتميل لي السكينه وهتميل لي قطعه الكيكايه، لكن انا اهو واقفه اهو، وادي ايديا بس هي اللي هتتحرك اهو. بصوا حتى من غير ما ابص اهو، بصوا بصوا هي، عشان طبعا احنا خدنا الوش بتاعها فكلها تمام. طيب انا دلوقتي بقى عايزه اقسم الكيكايه بتاعتنا من نص بعينيا واحدد انا عايزه ايه اهو كده. انا عايزه اجيبها كده اهو عشان انا كده مش عارفه اقف اهو. ماشي كده، وانا حددت السكينه انا عايزه اعمل ايه. بصوا عينيا تبقى على المسافه اللي هناك اهو، بصوا كده واعمل كده. بصوا ايديا اهي، بصوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش حته مايله، مفيش حته عاليه عن حته، كلها سوى واحد. طيب هعمل ايه قبل ما اطلع يا حمدي؟ هروح عامله كده، اللي هي اللي تحت هسيبها كده عشان دي اللي انا عايزاها اللي فوق، لكن الوش بتاع الكيك اللي هو فتح مني او فيه تشقيقه ولا حاجه هروح حطاه في ارضيه الكيكايه اهي بالشكل ده، وابدا اسقسق بالحليب المكثف اللي احنا عاملينه ومخففينه بميه بالشكل ده كده. يبقى انا حطيت في الارضيه بتاعه الكيكايه او التورتايه بتاعتنا الطبقه اللي فوق، علشان لو فيها حاجه من الفرن مثلا معوجه، حاجه مش مظبوطه، يبقى هي اللي في الارضيه عشان الوش بتاعنا بتاع التورتايه يكون متساوي وزي الفل كده. انا سقسقت اهو بالحليب المكثف الكيكايه بتاعتي، هعمل ايه؟ هروح عامله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تغمقيه شويه عن كده، ممكن تحطي شويه كاكاو، ممكن تزودي شوكولاته زي ما انت عايزه. نعمل كده على الحروف وتبقى متساويه، ما يبقاش حته اعلى من حته كده اهي. كده وتوصل للحروف علشان تبقى ماشيه مع الكيكايه. طيب عملنا دي الجزء الاولاني، هلم حواليها عشان ما بعرفش اشتغل في زحمه. ثانيه واحده، عملت الجزء الاولاني. عندي ايه دلوقتي؟ عندي الجزء الابيض هنحطه. طب ما احنا لو حطيناه يا نونا على طول وصبيناه زي ما صبينا ده كده هنلاقي فراغات. لا انا مش هصبه صب، انا هعمله بالمعلقه علشان يطلع لي طبقه مظبوطه. بصوا الخليط ما شاء الله عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، واعمل كده واعمل كده بالراحه خالص، ما تسربعوش نفسكم. اهم حاجه الحاجه بصوا تطلع مظبوطه علشان الطبقتين يطلعوا فوق بعض، ما تبقاش طبقه داخله في طبقه اهي. بصوا بالراحه بالراحه بالراحه. ليه بالراحة كده وما متأكدة ان الطبقة مش هتخرم الطبقة اللي تحتيها او تدخل فيها مع بعضها؟ علشان الطبقة اللي تحت بدأت تمسك نفسها اهي كده، وابدأ امشي كده. بصوا بقت عاملة زي المهلبية ازاي، ده لما تقعد في التلاجة كمان هتمسك. بصوا اهي، يبقى انا كده غطيت الطبقة البني بالطبقة البيض اهي بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. طيب فاضل ايه؟ فاضل طب ماشي ماشي ماشي، نطلع فاصل. هنطلع فاصل، مش هعمل اي حاجه، على حطت ايديكم كده لحد ما نرجع ونشوف هنكملها ازاي. وبالمره تعالى يا حمدي كده. طب اما نطلع، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. هسيبها بقى تكمل سواها من غير فويل، ولما ترجعوا لي من الفاصل نحط عليها الجبنه من على الوش شويه بقى، ونرجع نكمل وصفاتنا. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم بعد الفاصل.
رجعنا من الفاصل على حطه ايديكم، حتى قلت لهم انا مش عايزه حد ينظف ولا حد يعمل، لا خلوها لي زي ما هي كده على حطه ايدينا زي ما طلعنا من الفاصل. العجه بتاعتنا في الفرن زي ما انتم شفتوها كده اهوت بدات تاخد لون من غير حتى الموتزاريلا ما تتحط، فانا عايزه مش عايزه احط الموتزاريلا الا لما تاخد اللون بتاعها. ليه؟ علشان اتاكد ان البيض اللي فيها وكل حاجه فيها خدت وش حلو قوي، يعني علشان بالبلدي كده لو حد ما بيحبش الموتزاريلا وراح واخد القطعه بتاعته وشال الموتزاريلا من عليها اللي تحتيها يبقى مستوي ولونه حلو. عندي ولادي ما يعني ما بكون عامله حاجه فيها موتزاريلا هم ما بيحبوهاش بيروحوا شايلين طبقه الموتزاريلا من عليها، فلازم اللي تحت الوش دوت يكون برده مستوي. فهسيبها شويه وبعد كده نحط عليها الموتزاريلا. طيب التورتايه بتاعتنا بعد ما وصلنا للطبقه الثالثه دي اللي هي الكريمه البيضاء، هاخد بقى طبقه الكيك. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده، بصوا ما شاء الله عليها عامله ازاي، واروح عامله كده بالراحه خالص كده، واروح عامله ايه نفس النظام علشان تبقى طريه معايا وفي منتهى الجمال. اسقسق كده بالحليب المكثف والميه، تطعيمته هايله 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 مين. ونصبح على منى ونقول لها صباح الفل يا منى. صباح النور، ازيك؟ صباح الهنا والجمال على عيونك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير دايما، اموريني. كل سنه وانت طيبه. انت بالف صحه وسعاده يا حبيبتي، تسلمي لي يا رب. انت عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير، يسلم لي سؤالك يا رب ما تحرمش مني. بحب اكلاتك جدا وماما متابعاكي على طول. حبيبتي الله يسعدها ويسعدك يا رب، ما تحرمش منك ولا من متابعتك. اموريني يا منى. لا انا كنت بسلم على حضرتك. سلم عمرك يا رب من كل شهر من كل شر، ونورتيني باتصالك يا حبيبتي. يجعل يومي كله خير وبركه، اللهم امين. نورتيني مع الف سلامه في حفظ الله. بصوا سقسقت الوش كده علشان تبدا الكيكايه من فوق تبدا تتشربه، علشان لما اجي اقدم التورتايه بتاعتنا تبقى متطعمه فوق وتحت وكل حاجه. طيب كده خلصت، كده خلصت. كل اللي فاضل لها اروح عامله كده، ما عنديش استرتش، اعمل ايه؟ افتحي كيس ثلاجه وغطي الكيكايه علشان ما تنشفش منك، بفضل ربنا ما فيش حاجه بتقف قصاد. اروح عامله كده اهي بالشكل ده كده، واغطيها كويس قوي واحطها في الثلاجه حوالي 5 6 ساعات. اعمليها من بالليل وكليها بالهنا والشفا الصبح علشان نتاكد. انا ممكن اقول لك 2 3 ساعات بس انا بديكي الامان، بديكي ان انت تبقي مطلعاها وما عندكيش شك ولو 1% ان هي تكون لسه الطبقات بتاعتها من جوه ما مسكتش. فلا ادي نفسك براح علشان الحاجه تطلع معاكي مظبوطه وما تخسريش حاجه. بس كده خلصت وبقت معانا تمام وزي الفل. حاضر، خلصت الكيكايه بتاعتنا كده او التورتايه بتاعتنا. طيب هو احنا لما نيجي نقدمها هنقدمها ازاي؟ انا هنضف حواليها كده واركنها على جنب قدامكم علشان بعد كده يحطوها هم بقى ايه في التلاجة وصحتين وعافيه على قلبهم. طيب لما بنيجي بقى نطلعها ونقدمها هنقدمها ازاي؟ هقول لكم حالا او لما نرجع من الفاصل عشان نكون جبتها من التلاجة. بس قبل ما اطلع الفاصل نشد كده، قبل ما اطلع الفاصل هطلع العجه بتاعتنا من الفرن نحط عليها الجبنه الموتزاريلا علشان تسيح بقى وتبقى ايه شكلها في منتهى الجمال. عاملين صنفين بس النهارده، بس اهم حاجه كان عندي ان انا مش عامله الكوانتر حاجات وبس، لا المهم عندي ان انتوا تعرفوا كل تفصيل علشان لما تعملوا الحاجه في البيت وتطلع معاكم مظبوطه وحلوه اخد دعوه حلوه احسن ما تقولوا لا هدرت لنا الماتيريال بتاعتنا او المقادير بتاعتنا واخد دعوه مش حلوه. فعشان كده عاملين صنفين بس عشان ياخدوا حقهم. بصوا العجه بتاعتنا ريحتها اصلا في منتهى الجمال. هعمل بقى كده بصوا كده، حطينا الموتزاريلا بالشكل ده كده بصوا، وهدخلها بقى دلوقتي الفرن تحت الشوايه يا دوب بس الجبنه الموتزاريلا الحلوه بتاعتنا دي تسيح وتاخد اللون الحلو، وبعد كده نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. واهم حاجه عايزين تاخدوا عجه مميزه والحته بحتتها، اوعوا تقطعوها اول ما تخرج من الفرن على طول.
يعني حطي الجبنه قبل التقديم على طول، لكن التقطيع ده سيبيها تهدى دقيقتين. ليه؟ علشان تطلع معاك القطعه بقطعتها. حطيناها كده وعلى درجه حراره 180، نسيبها بقى ايه تحت الشوايه شويه لحد الجبنه ما تسيح. ايه رايكم تعالوا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نجيب التورتايه بتاعتنا ونشوف هنقطعها ازاي. وقبل اي حاجه بصوا كده انا محضره ايه، محضره طرنش و شفشق ميه، في ميه سخنه. ليه؟ علشان السكينه بتاعتنا تنزل على الكريمه. طبعا هي يعني متجمده او ان هي ماسكه، فانا مش عايزه ان انا السكينه تكون بارده وابدا ان انا اجي اقطع والاقيها ما قطعتش على طول وافضل طالعه نازله، هتبوظ لي شكل القطعه بتاعتي. فانا اهو وادي الطرنش في ميه سخنه عشان اطلع اجيب الكيكايه بتاعتنا ونرجع نقطعها، وتكون الجبنه بتاعت العجه ما شاء الله بدات تسيح اهي، تكون خدت اللون الحلو، ونرجع بقى نشوف عملنا ايه النهارده وشويه صغيرين وراجعين. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. رجعنا من الفاصل. عايزه قبل ما ابدا في تقطيع الكيكايه بس عشان ايه مش عايزه انسى العجه. بصوا الله اكبر، اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بصي يا حمدي، مفيش بعد كده حلاوه. تاخد بقى اللون الذهبي بتاعها. شباب لو سمحتوا انا عايزاها بس دقيقتين تاخد اللون الذهبي. اوعوا ننسى، اوعوا ننسى، اوعوا ننسى، اوعوا ننسى. طيب بصوا كده، دي اللي احنا عملناها مع بعض وركناها، المفروض ان هي تتحط في الثلاجه 5 6 ساعات او في الفريزر ساعتين ثلاثه، بس في الثلاجه افضل. دي اللي احنا عاملينها وعاملينها من امبارح. تمام، هعمل ايه؟ بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل كده. هي طبعا القاعده بتاعتها بتتفك. بسم الله كده. اللي ربنا سنده ما بيقعش، ان شاء الله تطلع كويسه عشان ايه شكلنا ما يبقاش وحش. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. بصوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، والله العظيم اللي ربنا سنده ان ربنا سنده ما بيقعش، الحمد لله. بصوا بقى هي كده. طيب احنا دلوقتي عايزين نقطعها، هنزين قبل ما نقطع. هنزين قبل ما نقطع. بصوا هنعمل ايه، انا هجيب الاطباق بتاعت التقديم الاول، اللي في الفرن صح. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. بص يا حمدي، بص حبة عجة بالخضار يستاهلوا بقكم، ريحتها ما شاء الله عليها، مع بقى ايه حبة شاي بالنعناع كده يا حمدي في الاستكانات الصغننة بتاعتنا دي. بسم الله الرحمن الرحيم، مع حبة فلفل مقلي كده، مع رغيفين تلاتة عيش بلدي، يعني ربنا يا رب يجعله دايما عامر بحسكم. جالنا طب حاضر هجاوب عليها حالا. العجه بتاعتنا حلوه، نسيبها تهدى واقطع لكم منها حته، ولا تيجوا نعملها دلوقتي يا حمدي عشان نشوف مطه الجبنه، صح كده؟ عشان نشوف المطه بتاعت الجبنه. ايدك معانا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا كده. طب استنى استنى، بسم الله، استنى استنى، ربنا ايده معانا. استنى، بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نعمل كده. نفكك هنا كده، تمام، او ممكن نعمل كده. لا خلاص، هي دي، بارك الله فيما رزق كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهي كمان سخنة، يعني هي سخنة، المفروض ان هي تهدى شوية. اهي، ايه رأيك بقى، حلوة وحشة؟ ماشي. تعالوا بقى دلوقتي نقطع الكيكات بتاعتنا، طبقين حلوين اهم. لا هقطع وبعدين ازين. طب هقول لك على حاجة، لا استنى، بصوا بقى كده، ادي الطرنش في المية السخنة، بسم الله. والكبير فين؟ لا خلاص، بسم الله. بصوا كده، بنزل كده، وهاجي اقطع الناحية التانية، اروح عاملة الطرنش كده والف واعمل كده. بصوا اللي هي الحطة اهي، تاني بسم الله. بصوا السكين الطرنش بينزل بسهولة اهي، تاني خلاص. بصوا خلاص مش مشكلة، متحرمش منك. بص السخونية بتاعت الطرنش بتخلي ينزل على طول كده. طيب عايزة بقى اطلع في الاطباق بتاعتنا، بسم الله. ادي القطعة اهي، الطبق اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا حمدي، بسم الله ما شاء الله، ايه رأيك؟ بسم الله ما شاء الله. الطبق التاني، بسم الله ما شاء الله. بص الطبق الطالع عاملة ازاي، تعالوا بقى بصوا من جوه عاملة ازاي. انت عايزة بصوا كده. طيب بصوا بقى كده، ادي التزيين بتاعنا، دي الشوكولاته اللي هي القابله للدهن، نعمل كده. انا ما سمعتكش اصلا، انت دايما كده. بصوا كده، بصوا كده، مين معانا يا ايه؟ ونصبح على ام ادم ونقول لها صباح الفل يا ام ادم. حبيبتي كل سنه وانت طيبه، وانت بالف صحه وسعاده يا حبيبتي، يا رب ما تحرمش منك. معلش انا اتاخرت عليكي والله، بس كان عندي ظروف عشان كده مش عارفه اسمع صوتك واطمن عليكي. حبيبتي نورتيني باتصالك، وان شاء الله يا رب المانع خير وما تتغيبيش عننا تاني ابدا. الله يخليك يا حبيبه قلبي، انا حبيت اقول لك كل سنه وانت طيبه، انت بصحه وسعاده حبيبتي، انت بصحه وسعاده، ويعيد عليكي كل الايام بخير يا رب، اللهم امين. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، قومي اعمليها بقى، ما بتاخدش وقت ولا اي حاجه خالص. معايا ام ادم، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. عملناها اهو مع بعض، ما خدتش وقت مننا. بصوا شكلها من جوه عامل ازاي. هي مدام ناهد كانت قالت ايه؟ مدام ناهد كلمتنا في الفاصل وقالت ان هي عايزه تعمل الكيك بس، فهل كوباية سكر مش قليلة على المقدار؟ هو بالنسبة لي سكرها معقول، بس ممكن تزودي ربع كوباية كمان، مش هتأثر معانا في حاجة، يعني مش هتبوظ لنا الكيكاية، بس لو انت بتحبي الحاجة مسكرة زيادة ممكن تزودي ربع كوباية كمان، هتبقى في منتهى الجمال برضه، تطلع معاكي حلوة. تسلم ايدك على كل حاجة بتعمليها. بصوا كده، زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، خدت معانا وقت ما خدتش معانا وقت، وشايفين شكلها الله اكبر عليه ما شاء الله، طلع عامله ازاي ده.
سهله جدا وبسيطه، ما تصعبوش الدنيا على نفسكم. قلت النهارده هنشتغل بكل سلاسه وبكل بساطه. انا عندي حتى لو هعمل صنف واحد في الحلقه مش مشكله، اهم حاجه ان هو يوصل لكم بكل تفصيله فيه علشان لما تعملوه يطلع معاكم مظبوط وزي الفل بالشكل ده كده. حاجه تحفه لو عملتيها في البيت عندك، ما خدتش مننا وقت. اعمليها بس بكل هدوء كده علشان ما تصعبيش الدنيا على نفسك وتقولي خدت مني وقت وصعبه. لا مفيش حاجه صعبه، قد ما انا قدرت اعمل الحاجه يبقى انتوا تقدروا تعملوها احسن مني كمان. مع كوبايتين حاجه ساقعه كده مصبرين في الحر اللي احنا فيه ده، صحتين وعافيه على قلبك يا رب، مطرح ما يسري يمري. عملنا ايه بقى في حلقتنا النهارده يا حمزه؟ نعم تمام. تمام. حاضر حاضر حاضر. طب حاضر والله. لا حاضر حاضر. طيب عشان في ناس تاهت مننا في كنترول في ايه. انا هنا عملت ايه؟ حطيت ارضيه الكيك تمام، وبعدين حطيت طبقه بني وحطيت طبقه بيضه وبعدين ارضيه كيك تمام. انا هنا قلبتها، انا هنا قلبتها، فعلشان كده طلع الابيض تحت والبني فوق. ودي نفس النظام اللي احنا لسه عاملينها برضو، نفس النظام لما تجمد معاكم في الثلاجه وتيجوا تقدموها هتقلبوها، اما تيجوا تقدموها هتقلبوها، يعني تروحوا حاطين الستاند كده وتروحوا قلبينها عشان تطلع معاكم بالشكل ده. عايزين مش عايزين تقلبوها، وعايزين تفتحوها بعد ما تجمد وتبقى هي هي بنفس رصتها زي ما انتوا عايزين. دي حريه شخصيه لكم، عشان حمدي بيقول لي في الكنترول تاهوا في حته ان انت كنت عامله الاول ابيض وبعدين عامله بني، هي هي بس انا هنا قدامكم قلبتها. فعشان برضو اللي ما تابعش الحلقه وما خدش باله قوي من اللي انا عملته، لو هتفتحيها وتقدميها زي ما هي هتطلع معاكي طبقه كيك وبعدين طبقه بني وبعدين طبقه بيضه وبعدين طبقه كيك، لكن هنا قلبناها فعشان كده طلعت طبقه كيك وبعدين طبقه بيضه وطبقه بني وبعد كده طبقه كيك. وضحت كده يا حمدي؟ لقينا اللي تاهوا مننا. طب الحمد لله، الحمد لله على السلامه. هننزلها كمان. ما تحرمش منك يا حمدي يا رب. هننزل ليالي لبنان، حبيبتنا طلبتها مننا في اول الحلقه وقلنا لها هنزلها لك في اخر الحلقه. طب قبل ليالي لبنان نتكلم عن حلقتنا النهارده. طب خلاص ماشي، ننزل ليالي لبنان الاول نتكلم عليها وبعد كده نشوف عملنا ايه. ليالي لبنان لحلقتنا لحبيبتنا اللي طلبتها مننا في اول الحلقه، محتاجه ايه؟ 4 كوبايات من الحليب، كوبايه من السميد او دقيق السمولينا او دقيق البسبوسه، 2 كبار من النشا، 1 كوبايه من السكر، 5 فصوص مستكه، معايا 2 كبار قشطه بلدي من اللي بناخدها من على وش اللبن، معايا 2 كبار ميه زهر. طيب ده المقدار الاساسي. الوش هنحتاج له ايه؟ كريم شانتيه مضروب وفستق وزر ورد صحيح وسيرب متوسط. طيب خلينا في المقدار الاساسي، بنحط الحليب مع المستكه على النار. لا ثانيه واحده، انا بحط المستكه الاول يا دوب تسيح من غير حاجه، وبعد كده بطشها باللبن واروح شايله النار، شايلها من على النار، وبعد كده بحط فيها الحليب واحط عليها السميد والنشا والسكر و السميد ونشا وسكر والقشطه. لا القشطه مش دلوقتي، استني بس ما تلخبطنيش. خليكم مركزين معايا. حطيت الحله على النار سخنت شويه، حطيت فيها فصوص المستكه لحد ما ساحت، رحت شايلاها وحاطه فيها الحليب. بعد ما حطيت الحليب حطيت ايه؟ السميد والنشا والسكر، قلبتهم كويس او مع بعض ودابوا على البارد، وبعد كده رحت رافعاهم على النار مع التقليب المستمر. بدا الخليط يتقل معايا، يبقى متوسط ما يبقاش تقيل عشان ما يكتلش معايا ويبقى ناشف، ناعم كده متوسط. رحت شايلاه خلاص هقفل عليه، رحت حط عليه القشطه وميه الزهر. ميه الزهر والقشطه ما يتحطوش وهو لسه على النار، ميه الزهر لو اتحطت على النار فقدت ريحتها فقدت طعمها، فاحنا عايزين نحافظ عليها لاخر قطمه بنقطمها كده من ليالي لبنان يبقى شامين فيها ومستطعمين ميه الزهر. وبنقلب بعد كده ميه الزهر والقشطه فيها، وبعد كده بجيب قالب يا ادهنه زبده يا اما احط فيه ستريتش، بس الافضل يتحط فيه ستريتش، بفضي فيه الخليط كله واسيبه في الثلاجه 2 ساعة يجمد، وبعد كده بروح قلباه ومزيناه من فوق الوش بالكريم شانتيه وبالفستق وبزر الورد، وبكون عامله السيرب طبعا متوسط ويكون بارد ركناه على جنب وبسقيه في الاخر. ما عنديش سيرب ومش عايزه اعمل سيرب، لو عندك عسل نحل يبقى 2 عسل نحل من فوق الوش كده هيدينا برده تطعيمه حلوه في منتهى الجمال. دي ليالي لبنان. ايه انت معايا؟ ايه؟ طيب عملنا ايه بقى في حلقتنا النهارده؟
عملنا حجه الخضار وقلنا حاطين فيها جبنه شيدر وعلى الوش جبنه موتزاريلا، لو ما عنديش جبنه شيدر ممكن احط رومي، لو ما عنديش جبن خالص ما فيهاش اي مشكله، هحطها في الفرن هتاخد برده الوش الحلو زي ما انتم شايفين كده، بنقدمها جنب فلفل مقلي وعيش بلدي في منتهى الجمال، ريحتها حلوه قوي وطعمها كمان حلو، اهم حاجه واحنا بنعمل العجه عايزه بس ااكد عليكم في حاجه، واحنا بنعمل العجه احنا عندنا نص كوبايه زيت وكوبايه حليب واربع بيضات، بحط الحليب والبيض والزيت مع بعض مع رشه فلفل اسود وبخلطهم كويس الاول، يبقى الخليط ناعم، بعد كده بروح نازله عليهم بالبيكنج باودر والدقيق قبل ما احط اي حاجه خالص، اخلطهم مع بعض كويس قوي قوي قوي، الخليط يبقى ناعم ما فيهوش اي تكتلات، وبعد كده بنزل بباقي مكوناتنا وبخلي البطاطس في الاخر، اتقلبت كلها مع بعضها، مسكت القالب بتاعنا او الصينيه دهنتها زبده حلو كده دهنه كويسه واروح حاطه فيها الخليط، ده حطيتها في الفرن نص ساعه بفويل او لو ما عنديش فويل ما فيهاش اي مشكله، خدت اللون الحلو بتاعها وبعد كده رحت حاطه عليها الموتزاريلا من فوق، طلعت معانا زي الفل كده وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. طيب الكيكايه بتاعتنا عملنا ايه؟ اي نوع كيك انت بتعمليه، لو هتعملي نفس الكيك اللي انا عاملاه ده اللي انا بعتمده بصراحه وبعمله في كل حاجه. اهم حاجه الكيكايه تتعمل قبلها بيوم علشان تبقى بارده معاكي، لو عملتيها في نفس اليوم هتفرول مش تقدري تقطعيها براحتك كده وتقدري ان انت تشتغلي فيها براحتك. نعملها من قبلها بيوم وبعد كده بنمسك موضوع الـ الـ الكريمه بعمل بيها ايه؟ بحط كله على البارد وبعد كده ارفع على النار، اهم حاجه الحليب المكثف والزبده اللي موجوده في مقادير الكريمه بتتحط بعد ما الكريمه بتتشال من على النار. خلصت الكريمه وبعد كده بقسمها اتنين، نص بحط عليه شوكولاته بيضة ونص بحط عليه شوكولاته بني، وبعد كده زي ما شفتوا بنعمل الطبقات بتاعتنا والتسقيه بتاعت الكيك بنسقسقها وبنطريها بحليب مكثف وبشويه ميه. نزلنا لكم الصبح في المقادير الحليب المكثف عشان حبايبنا ما يشتروهوش من بره غالي، لا يعملوه في البيت، ونزلت لكم كمان صوص الشوكولاته الاقتصادي علشان لو هتسقوا بيه برده الكيكايه او لو هتسقوا بيه اي كيكايه عندكم. اتمنى تكون حلقه النهارده افدتكم منها، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، وبسيبكم من النهارده لبكره في حفظ الله، بيتجدد لقاءنا 10 الصبح، اللي فاته اي حاجه من النهارده بيقدر يتابعها في الاعاده ان شاء الله الساعه 9 متهيألي او 9:30، وطبعا الوصفات بتاعتنا بتنزل على صفحتنا شيف نونا عربي وانجليزي، وتنزل على صفحه البرنامج البلدي يوكل مع شيف نونا. عايزاكم تنتظروني النهارده في فيديو كريم الرز لتفتيح الوش ولتفتيح الكوع لتفتيح الركبه لتفتيح المناطق الغامقه في الجسم كله مش في الوش بس، هنعمله النهارده هنزله لكم بالليل على قناتي اسمها قناه الشيف نونا على اليوتيوب، اتمنى اللي لسه ما اشتركش فيها او ما عملش سبسكرايب ليها يعمل عشان الفتره الجايه في فيديوهات كتير حصريه على القناه باذن الله. اشوفكم على خير واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم.